أقول ضد الدولة الجزائرية ولا أقول ضد السلطة أو النظام. كل من له عداء ضد الدولة الجزائرية، كل من يعمل ضمن أجندة خارجية، كل من هو عميل وخائن ومخبر لمصالح استخبارات أجنبية، يتم جمعه في هاته الشبكة لترتيب أمر ما ضد الدولة منذ سنوات، ونحن نحذر منذ سنوات. ولكن للأسف الشديد كانت وما زالت بعض الأطراف اللوبية تحمي هؤلاء الخونة والعملاء، آخرهم مدير الأمن الوطني فريد بن الشيخ. حاليا كان بعض الأذناب اللي هم خارج دائرة صنع القرار، ما زال فيه خونة، ما زال، لكن خارج دائرة صنع القرار، يعني ما هوش مدير أمن أو مدير جهاز مخابرات أو ما زال، يعني ما كانش. حاليا بصراحة فيه سيطرة يعني رجال الدولة الشرفاء، مدير الأمن الوطني من أشرف ضباط الشرطة بشهادة العدو قبل الصديق، وأنا لا أعرفه شخصيا. مش واحد يقول لك شو تدير هارك تهضر على واحد لأنك صاحبك، لا، مدير الأمن الوطني أنا لا أعرفه شخصيا، ولكن أسمع عنه من خلال بعض الأصدقاء اللي نعرفهم وبعض الشرفاء الأحرار. إنسان وطني وإنسان خدام وإنسان ولد الجزائر، ما عندوش ارتباط بأي جهة خارجية. مدراء المخابرات سواء الأمن العسكري أو الأمن الخارجي أو الأمن الداخلي معروفين، تاريخهم معروف. إذن قائد الدرك طبعا تاريخه معروف، طبعا يكفي أنه ابن المجاهد والحاج. إذن المصالح الحالية المركزية للأمن والاستخبارات أصبحت في يد شرفاء أحرار لا يبيعون ولا يشترون التجارة أو البضاعة النتنة البخت. إذن قبل أشهر وقبل سنوات شبكة خطيتيل كانت تعتمد على بعض الخونة والعملاء في مراكز صنع القرار، وهذه الشبكة كنا نحذر منها منذ سنوات. يعني زعيم الإرهاب علي بالحاج وزعيم الإرهاب الجديد خطيتيل وعضو حركة رشاد الإرهابية والإرهابي المصنف إرهابي وليد ملوكة، هذه المحادثة كانت قبل سنوات نظن 2019 أو 2020. تنسيق هذا ما بين زعيم الإرهاب في التسعينات علي بالحاج وزعيم الإرهاب الفكري المتطرف في 2023-24 خطيتيل وزعيم الخيانة والغدر والعمالة للنظام المغربي الجبان وليد ملوكة يؤكد يعني ما كنا نحذر منه وما زلنا نحذر منه، أنه هذا التنظيم الإرهابي لا يفرق ما بين معتدل وليد ملوكة فاسق. وليد ملوكة فاسق، ابن شوارع، يستهلك المخدرات، الخمر، الفسق، بالأدلة، بالصور والأدلة، ما عنده حتى علاقة بالتيار الإسلامي المعتدل أو المتطرف، ما عندهش علاقة، لا علاقة له بالقبلة، القبلة ما يعرفهاش، ربي ما يعرفوش. واحد اللي يفعل الفاحشة في أخته بنت بيو في تيار تفعل فيها الفاحشة، زنا معاها وبيو طردها، وبيو طردو. اعتدى على خالته صغيرة خت ملوكة، اعتدى عليها في وهران وطردته ملوكة، وأصبح يتسكع في شوارع وهران، يعني ما عنده ولاد إلا ملة. واحد مثل هذا يتحالف مع خطيتيل الذي يدعي تدين وباحث في الشؤون الدينية، ومع شيخ من شيوخ الإسلام السياسي اللي هو زعيم الإرهاب والتطرف في التسعينات. ما هو الهدف تحالف هذا الثلاثي وغيره؟ ما هو الهدف؟ هدف هو العداء للدولة، العداء للدولة. يعني تحالف جماعة علي بن حاج مع جماعة خطيتيل مع جماعة وليد ملوكة مع جماعة ثعبان الأقرع زيطوط مع جماعة وليد الحركي تاع نورا رقاص العيون مع جماعة المتلون المنافق أنور مالك مع غيرهم كلهم مع جماعة الإرهابي المتطرف فرحات مهني، هؤلاء كلهم تحالفوا ضد الدولة منذ سنوات. واليوم في 2024 تحالفوا ضد سعيد بن زديرة. لماذا؟ ما هي قوة سعيد بن زديرة؟ قوة سعيد بن زديرة أنه يدافع عن الدولة وليس النظام أو السلطة. قوة سعيد بن زديرة أنه يملك مواقف ثابتة ويدافع عن كيان الدولة. إذن بالنسبة لهم هذا هو العدو رقم واحد،
الذي يجب إسقاطه ويجب إسكاته إذا تطلب الأمر وتمكننا من قتله يجب قتله، لأنهم حاولوا اغتياله، حاولوا اغتياله في فرانكفورت، قصة معروفة، الحمد لله ربي نجاني بأعجوبة، حاولوا اختطافي أكثر من مرة، محاولات كثيرة، والآن لما فشلت كل محاولاتهم الآن يريدون يا إما سجني أو طردي إلى وجهة مجهولة. وين؟ وجهة مجهولة. وسأكشف تفاصيل هذه المؤامرة في الوقت المناسب مثل ما قلت لكم، بالأدلة وبالشهود، لأنه يعني عندي شهود طبعا. إذا هذا التحالف ما بين أولاد الشوارع، أولاد الزنا، مع أولاد الكازمات ختيتيل وجماعته، مع الإرهابيين علي بن الحاج وجماعته، هذا يؤكد حقدهم الدفين لأركان الدولة، الدولة الجزائرية، يريدون إسقاط الدولة بأي ثمن كان، ويركبوا على دبابة تاع حلف الناتو يدخل الجزائر. إذا سعيد بن زديرة بالنسبة لهم هو العدو رقم واحد، لأنه أفشل مخططهم الجهنمي. قلت أنه القصة اللي يتكلم عليها رقاص العيون أنه فريد بن الشيخ طلقوه وداروا له كذا وكذا، قصة غير حقيقية. فريد بن الشيخ متهم من بين عدد كبير من ضباط الشرطة، متهمين بتسهيل عمل شبكة ختيتيل الإرهابية، لأنه ختال ومن معه متهمون بمحاولة تدبير انقلاب ومحاولة تدبير خيانة ودسائس ومؤامرات وتعاون مع جهات خارجية بالأدلة، في ترتيبات بالأدلة سيتم كشفها في الوقت المناسب. أنا لا أملك كل الحقيقة وكل الملف، ولكن تسريبات من هنا وهناك أن هذه الشبكة الضيقة اللي فيها ختيتيل وبعض الضباط الصغار في الجيش وفي الشرطة متهمون باتهامات خطيرة، جنايات في قانون الإرهاب، جنايات في قانون الإرهاب. أثناء التحقيق تم توسعة دائرة الاتهام إلى أطراف خارجية لتصل إلى مدير الأمن الوطني السابق الخائن فريد بن الشيخ. فريد بن الشيخ، ولأنه خبير في علم الإجرام ولأنه خبيث في التفكير وقارئ علم الزمياطي، لم يترك دليل. كان يتعامل مع مدير الإعلام في المديرية العامة للأمن الوطني عبد الحكيم بلوار، يتعامل معه شفهيا، هدر برك عيط له ارواح كذا كذا، نفذ التعليمات، ما خلى لا كتابة ولا صوت ولا صورة، لم يترك دليل، بحكم أنه مدير يعطي تعليمات لمدير الأمن، مدير الأمن يطبق، مدير الإعلام قصدي، مدير الأمن الوطني فريد بن الشيخ لأنه خبير في الإجرام يعطي تعليمات لمدير الإعلام، مدير الإعلام يطبق. إذن الذي تحمل المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية في هذا الملف هو عبد الحكيم بلوار، أصبح المتهم الرئيسي في تنسيق أو في التنسيق ما بين أفراد شبكة ختيتيل الإرهابية. وختيتيل قال لهم أنا كنت على تواصل مع هذا بلوار، فريد بن الشيخ ما نعرفوش، عمري ما تلقيت معه. وبلوار ما يقدرش يقول بلي فريد بن الشيخ كان يقول لي ويقول لي، لأنه القانون يتكلم بالأدلة. وأنا بالمناسبة أتشرف أن العدالة الجزائرية لا تظلم، ما كانش تصفيه حسابات، لأنه لو تم إيداع فريد بن الشيخ السجن الاحتياطي كاين بعض يقول لك تصفيه حسابات ظلموه، حتى المحامين يقول لك ما كانش دليل، القانون يتكلم بالدليل. هل يوجد دليل يدين فريد بن الشيخ أنه عضو في هذه الشبكة الإرهابية؟ لا، كان يعطي تعليمات، أعطونا دليل، تعليمات لازم تكون كتابية أو على الأقل مكالمات، تسجيل مصوت مسجلينه أو كتابي، خاصة في الإدارة كتابي، نعطيك أمر كتابي. إذا لا يوجد دليل إدانة ضد الخائن فريد بن الشيخ في قضية ختيتيل، في قضية ختيتيل، لأن القضية المتابع فيها هذه المرة فريد بن الشيخ وكسكاس وبلوار وغيره هي قضية ما يسمى بشبكة ختيتيل الإرهابية. إذن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بعد التحقيق والبحث وكذا وجد أن فريد بن الشيخ لا أو غير مدان
بأدلة، مجرد شكوك، مجرد هدرة. إذن هذا العنصر كافي قانونيا أنه يتحصل على يعني كما يقولون الناس الرقابة القضائية وليس الإيداع. إذن فريد بن الشيخ لم يكن في السجن، لأنه كاين حاجة يقولك فريد بن الشيخ طلقوه من السجن، لم يكن في السجن أصلا. فريد بن الشيخ وبلوار وكسكاس وهذو كلهم كانوا رهن التحقيق، رهن التحقيق اللي عنده ضمانات قانونية يديروا رقابة قضائية في دارهم، مثل فريد بن الشيخ كان رقابة في دارهم. أنا لماذا لم أتكلم على فريد بن الشيخ؟ لأني كنت أعرف من اليوم الأول أنه كان في داره، ولكن رقابة قضائية وإقامة جبرية، يعني لا يسافر، لا يتحرك، لا كذا، ممنوع الناس يزوروه، ممنوع كذا، لكن مريح في داره لاعتبارات عنده علاقة بالمنصب، كان مدير عام للأمن الوطني وعنده يعني نوع من شبه الحصانة اللي تخليهم يوضعوه تحت المراقبة وتحت الرقابة وليس الإيداع، لأن التهم الموجهة أو الشكوك التي تحوم حول فريد بن الشيخ تنقص، تفتقد للأدلة التي تحتم على قاضي التحقيق إيداع السجن، لأن قاضي التحقيق يتكلم بالأدلة. هل يوجد أدلة تدين هذا المتهم فريد بن الشيخ؟ لا. إذن يبقى تحت الرقابة القضائية لحين تأكد وإثبات الأدلة. إذا فريد بن الشيخ لم يكن في السجن أصلا حتى يفرج عليه، بل كان تحت الرقابة، وبعد ما قدموه أمام قاضي التحقيق وضعه تحت الرقابة نفس الشيء لحين استكمال التحقيق الذي قد يطول 3 شهور 4 شهور 5 شهور. نفس الشيء بالنسبة الكسكاس، لم يكن في السجن، كان رهن التحقيق وليس رهن الاعتقال، لأنه كان رهن الاعتقال وحده ورهن التحقيق وحده، يعني كان في مكان محترم، موش في السجن، في إقامة، ولكن رهن التحقيق. إذن قاضي التحقيق أفرج على كسكاس وفريد بن الشيخ لعدم ثبوت الأدلة، لعدم ثبوت الأدلة في هذه الجريمة اللي جريمة تنظيم اختيتيل الإرهابي. باقي المتهمين على رأسهم عبد الحكيم بلوار ثبتت الأدلة وثبتت الرسائل وتسجيلات وكذا، وبالتالي تم إيداع السجن الاحتياطي العسكري على ذمة التحقيق، يعني الحكم العسكري، ما نعرف شن السجن موجود، لكن قضاء العسكري طبعا، لأن الشبكة يتزعمها عقيد أو مقدم في الجيش الوطني الشعبي، لأن الشبكة يتزعمها مقدم، رتبة مقدم. إذن المحكمة العسكرية هي التي تنظر في هذا القضية بحكم أن المتهم الرئيس ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي. باقي المتهمين فيهم من الشرطة وفيهم من المدنيين مثل اختيتيل يتبعوا المتهم الرئيسي اللي هو المقدم في الجيش الوطني الشعبي. إذن الإفراج المؤقت أو الرقابة القضائية على على فريد بن الشيخ الخائن مع كسكاس قانونية 100%، لأنه لو كان ماهيش قانونية وفيها اللعب أول من ينتفض ويزعف ويتقلق هو بن زديرة، لأني أنا متضرر من هذين الخائنين، كي فريد بن الشيخ كي كسكاس، أنا ضروني. إذن لو فيها ضغط ولعب وكذا أنا أول واحد ننتفض، ولكن قانونية 100% لعدم ثبوت الأدلة رقابة قضائية لحين استكمال التحقيق. وعلاش بن زديرة كي داروا له رقابة قضائية في فرنسا ما زعفناش؟ لأنه بن زديرة لعدم ثبوت الأدلة. أنا متهم سعيد بن زديرة بتزوير عقد الإيجار وباقتحام حرمة منزل وبالسرقة الموصوفة، هذا هو 3 تهم. قاضي التحقيق وجد أن التهم غير ثابتة والأدلة غير ثابتة، مجرد شكوك. يوجد عقد، نعم، واحد يقول مزور واحد يقول مش مزور، إذن خبرة، نرسل الملف إلى الخبرة وننتظر. إذن الرقابة القضائية لبن سديرة قانونية، وأنا لو كان جا عندي محل إقامة في فرنسا وعندي ضمان في فرنسا ما يديروش رقابة قضائية، أنا علاش داروا لي رقابة قضائية؟ قانونيا علاش قلت لكم أنا العدالة بيان؟ لأنه أنا محل إقامتي في لندن، وطبعا أي قاضي يقول لك أنا ممكن لو كان نطلقه ممكن يروح يهرب للندن ما يرجعش، يروح يهرب. إذا قانونيا حتى نحمي القضية ندلوا له رقابة قضائية ويقعد في فرنسا، وأنا راضي بالحكم وقابله وشايفه بلي قانوني ومنطقي. أنا لا أعارض هذا القانون لأنه منطقي بصراحة، شيء منطقي. يا أخوي أنا الشيك هذا العقد مزور،
انا قلت مش مزور، قالوا هما مزور، مزور مش مزور، مزور مش مزور، يروح للابوراتوار ندوه المخبر ونشوفه. ننتظر سمانه سمانتين شهر شهرين ما يقلقنيش، مانيش مقلق، مانيش مقلق. اذا فريد بن الشيخ لعدم ثبوت الادله تم الافراج عنه مع ضمان محل اقامته هو في الجزائر، منعوا من مغادرة التراب الوطني، منعوا من بعض الأمور، رقابة قضائية، واحد ما يزور واحد ما يجي واحد كذا كذا أمور، وإطار قانوني 100%. نقطة ثانية، كاين بعض المطلوبين في قضية